الجميل ايضا ربما الكثير كيتحدث مجموعه من مواقع التواصل الاجتماعي بانه الحسنيه كدير الحمد لله كتوفر على واحد حارس مرمى في المستوى الرفيع اللي هو عبد الرحمن الحواصلي، ايضا خط الدفاع في المستوى. يعني كانت الحسنيه خلال السنوات الماضيه مع احترامنا للاطر التقنيه اللي كانت اشتغلت سابقا انها كتفرج، ولكن دائما كان اشكال من ناحيه ديال حراسه المرمى وديال الدفاع. كنتلقاو مجموعه من الاهداف كنسجلوا، ولكن كنتلقاو ايضا اهداف، ولكن هاد الاواخر يعني هاد السنتين الماضيتين الحسنيه تحسن بشكل كبير. يعني كنشوفوا انه كنفرجوا كنسجلوا وما كيتسجلش علينا بشكل كبير. يعني انت مدرب الحراس ديال المرمى، والامر كيتعلق بعبد الرحمن الحواصلي اللي هاد السنه ايضا 22 هدف اللي تلقى، يعني احسن حارس مرمى احسن دفاع مسح تبير. يعني اول حاجه غنشكر بعد الاطر اللي كانت سبقتني هنا. نعم. حنا ما كملنا العمل اللي كانوا داروه هما، حنا هما بداو حنا كملنا، هذه اول شيء. انا اول ما جيت هنا انا راه درست عبد الرحمن الحواصلي مزيان، و حتى فهد الاحمدي. نعم. شفت المباريات ديالهم، شفت المسائل الايجابيه والسلبيه ديالهم، عملت واحد البرنامج. وبصراحه وهذا من الاوبجيكتيف اللي كنت هضرت مع السي سيدينو في اول اجتماع ديالي معاه في المعسكر في بوزكوره. قلت له انسان هاد السنه هادي ان شاء الله غنحاولوا نعملوا واحد مدرسه اللي غندي عندي واحد الاوبجيكتيف اللي من هنا واحد 3 اون ولا 4 اون باش غنخلي الحراس يعني من 4 او رابع حارس حتى الاول حارس يكونوا ابناء مدرسه في نفس المستوى. خدينا في العتق ديالنا هادشي الحمد لله في التجربه ديال الحواصلي وفهد وقاموم اللي عاونتني حتى انا اللي سهلت عليا الماموريه. يعني بدينا بواحد يعني بدينا في المعسكر، خدينا بعدا في الجانب البدني اللي اشتغلنا عليه مزيان، عاد دخلنا المسائل التقنيه اللي كان خاصني اللي شفت لي درت لي زاناليز ديال الحراس، عاد شفت الخصائص ديالهم وبدينا تنخدموا عليه بشويه بشويه. الحمد لله ربي يسر الامور وداو بالفضل ذلك دا احسن حارس السنه اللي طافت. وهذه السنه هذه يعني كان من 3 الحراس او 4 الحراس اللي كانوا اللي من احسن الحراس اللي كاينين في المغرب. يعني هذا العمل ما غايجيش نقول لك انا بوحدي، مي هذا العمل جا ديال مجموعه لا حراس ولا اداره ولا حتى الاداره التقنيه اللي كانوا عاونوني. بالامس سي مصطفى كان معنا الحيد الفهمي المكون ايضا من ناردو بالشتوي، عطفوا قالوا بانه فعلا الحواصلي احسن حارس في البطوله المغربيه، ولكن نتيجه المجهود ديالو والاجتهاد ديالو ايضا، ولكن ايضا كان من وراه المدرب ديالو اللي هو زكريا شلحه، وهذا كيشرفنا ايضا انك تكون معنا اليوم في البلاطو. هذا شرف ليا بالعكس، يعني شهاده من الناس. هذا شرف ليا وحنا دين من اصحاب الاختصاص. هذا شرف ليا بالعكس، لا بنشتوي ولا سي فوامي هادو اصدقاء ديالي تنعرفهم تنكلم كاع الاحترام والتقدير.